ايه في كل كم يوم هاك يجونا بيحددون انه لازم تطلعوا من المدرسة من هون. قابل احمد من منطقة معركة نعمان من بسيدة. نزحنا هون صرنا هون بالنازحين هون بالمدرسة يعني شي تقريبا شي سنتين يعني قاعدين هوني. مدرسة مدمرة يعني خالص يعني تقريبا يعني غير صالحة للسكن. هيك الحديد الحجر فوق منا يعني قاعدة حالي يرسلها. الدنيا شتوية وبرد ولا صوبات ولا شيء ولا حتى حطب معنا. بنروح نلملم اكياس نايل من هون على الطرقات وعم ندفي الاولاد بندفن هنا. ايه في كل كم يوم هاك يجونا بيحددون انه لازم تطلعوا من المدرسه من هون لازم بدنا نحط فيها اولاد يعني هي غير صالحه للتدريس غير صالحه للسكن بس قاعدين غصبا عنا يعني ما عندنا خيار يعني ما بنحسن نروح يعني غير هالمحل هوني. نقضي يومنا هون بالمدرسه شو غصبا عنا بنهار هاي الاولاد كون نهار بالبرد وهيك يعني ملل يعني ملل. بنحلم انه نرجع لبيوتنا على ضيعنا على هيك يعني الواحد يعني هون هيك بيته وارضه